ورجعنا لكم تاني وفقره الرشاقه، وضيفتي النهارده هي فعلا دكتوره بتحاول تساعد كل الناس، عايزه كل الناس يبقوا وزنهم المثالي، عايزه كل الناس يبقى صحتها جيده، وفعلا بتعمل مبادرات كتيره جدا عشان توصل للناس وحقيقي تقدر تساعدهم عشان شكلنا يبقى حلو، عشان كمان صحتنا تكون كويسة. مؤخرا اتكرمت وكانت ضيف في مهرجان الفضائيات العربية، ومش بس كده كمان، لكن اتكرمت في مهرجان وشوشة، وهي غايبة علينا بقالها شوية. اوكي شوية. ايوة يا دكتور شوية تقلنا علينا شوية. ما اقدرش استضافة برنامج شرف يعني. لكن برحب بدكتورة دعاء سويل، دكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، وصاحبة مبادرة مش هنستسلم للسمنة، وأول مؤسسي فكرة تخسيس أونلاين في مصر، مؤلفة كتاب التغذية وأثار الوعي والممارسات الغذائية على نمو الجسمي. برحب بيكي بجد يا دكتورة دعاء. وقبل ما نتكلم عندنا حوار طويل النهاردة، إيه رأيك نشوف التقرير وقت تكريمك؟ تحت أمرك تفضل. يلا. تفضل الدكتورة دعاء سهيل. مساء الخير على كل السادة الحضور. أنا وقفت قدام كاميرات كتير، بس يعني مهرجان الفضائيات العربية غير. طبعا يشرفني جدا إن أنا موجودة في وسط الكم الكبير من النجوم والرياضيين والإعلاميين اللي فعلا بيهم مصر هتكون وهتبقى وهنكون افضل ناس في الدنيا. كل واحد فينا بينجح في مجاله، هو فعلا قادر على انه يرتقي بالمجتمع لافضل. فتحية طيبة لمصر وارض مصر وزعيم مصر الاب الحنون الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحية طيبة له بالصحة والعافية. تحية عظيمة مني لمستر احمد عليوة رئيس المهرجان، فعلا ان هو بيجمع كل الناس الناجحة دي. وتحية طيبة لمهرجان الفضائيات العربية، ويا رب ليلة سعيدة عليكم جميعا وبالصحة والعافية. دكتورة دعاء ألف مبروك الأول. قبل ما نتكلم على التكريم، كلميني عن شعورك، يعني لما بتكرمي هل بتحسي إن لا ده أنا تعبي ده كله فاهمة جاب نتيجة، حد قدر، حد فهم؟ كلميني الأول عن شعورك. شعور إن أنا ألاقي يعني تعبانة طول السنة وبشتغل أنا وفريقي ومؤمنة بفكرة ونفسي وعندي هدف، ونفسي قوي مصر تكون برة الترتيب الدولي والإحصائيات الدولية سنوياً معاناة من زيادة الوزن. ودايماً الحمد لله يا رب بعمل مبادرات عديدة، ولاقي مهرجان كبير زي الفضائيات العربية بيكرمني عن مبادراتي وأكون ضيف شرف المهرجان. لا هو ده شرف كبير لي. جميل إن نجاحك يتوج في النهاية. ما بالظبط، ما بقولك حلو قوي. إن أنت تلاقي في حد شاعر وحاسس ويعني ومدرك تعبك طول السنه وبناء عليه كرمك. بيديكي دفعه اكتر، بتبقي عايزه تشتغلي بقى انتاج اكتر. طول عمرنا حتى احنا في المدرسه لو المدرس قال برافو انت شاطر، انت عايز اشطر أكتر. انا عايز كل مره المدرس يقول لي برافو على شغلك. فده فعلا خلاني كمان عملنا بلان جديده ل 2021 وبنرتب للمبادره الجديده، وان شاء الله يا رب نقضي على مرض السمنه. ومحدش يزعل مني ان انا بقول مرض، لان هو مرض ومصاحب له 44 مرض، وربنا ينعم علينا جميعا بالصحه. طب كلميني شويه على التكريم، اجواءه، يومكم عدى ازاي؟ كان ازاي؟ يعني كنت مبسوطه قوي ان
المبادرة سمعت وناس كتير سمعت عنها وكل الناس بتقول 2020 سنة صعبة على العالم. صح أكيد. بس خلينا ندور على الجانب الإيجابي لأي أزمة بتحصل. دي أزمة عالمية، الأزمة دي خلتنا خد بالك اهتم بصحتك، تقوي المناعة ازاي؟ انك تاكل الخضروات، انك تشرب عصاير فريش، ان انت تكون بتحمي نفسك ازاي، ان انت تشتغل على المناعة، علشان حسينا بان الصحة تاج فعلا على رؤوس الاصحاء. ده حاجة، ان الناس لما قعدت في البيت والحظر، ودي ظروف عالمية ليست ظروف محلية فقط يعني، فما الناس قعدت زاد وزنها، اكتشفت يا أستاذة أمينة ان في ناس كتير جدا لا انا تخنت الحقيني، وعلشان انا كنت اونلاين فكنت متاحه، فالناس بتتكلم بتعرض مشكلتها. ما ده اللي انا عايز اساله لك يا دكتور. انا حاسه ان فكره التخسيس اونلاين اللي انت ابتديتيها طبعا بتخدم جدا المبادره بتاعتك، لان زي ما بتقولي فتره الكورونا احنا ما كناش قادرين ننزل، بس في ممكن نتكلم في التليفون وحد يوجهنا، صح الكلام ده؟ صح طبعا. انا علشان اونلاين يمكن الحمد لله بس سبقت عصري انا في الحته دي، ان اونلاين انا بشرح حالتي. دكتور التغذيه العلاجيه معروف ان هو ما بيكشفش على مريضه بسماعه، وبناء عليه بقدر اسمع مريضي من خلال ارقام التليفون او من خلال الصفحه، وافهم الاسباب اللي دفعت بي لزياده الوزن. وخلينا نتفق ان كل الاسباب اللي دفعت بزياده الوزن في الفتره اللي فاتت هي الشهيه العاليه. الشهيه العاليه يمكن دي اكتر حاجه خلت الناس زاد وزنها، التوتر والقلق والهدك اللي احنا كنا فيه ومش عارفين الدنيا رايحه فين واخرها ايه واولها ايه. ولحد دلوقتي يا دكتور وحد احنا عارفين، بس احنا قائمين للتأقلم مع هذه الظروف. يعني المفروض ان انت خلاص بتأقلم نفسك، بتعرف ازاي ان انت تحمي نفسك، الماسك بتاعك، ان انت ما تبقاش كثير اللمس للاشياء الغريبة عندك، ان انت يبقى في مسافة حتى في الاتيكيت وانت بتتكلم مع حد، صح، سيب مسافة بينك وبينه علشان كده هتبقى انت بتحمي نفسك. الفترة اللي فاتت علمتنا ازاي ان احنا نتعلم سلوكيات النهارده بقت عادي معانا، يعني بنزل بدور بسرعه على علبه الماسكات عشان اخد واحده علشان انزل، فدي بقى ده سلوك حلو. احنا عايزين نقول ايه الايجابي في اللي حصل واستفاد منه. اما كنا اونلاين الحمد لله رب، السنه دي اشتغلنا اونلاين كتير، فقدرت بعد ما الدنيا فتحت والحظر فك لقيت في حالات كتيرة جدا يعني نجاح ما سبقش قبل كده يعني بالكمية دي، بيفور اند افتر، حالات كتير جدا. ويمكن كان شرف يعني نولنا شرف برنامج حضرتك انك كتير جبنا حالات انا والحالات دي بيفور اند افتر ان شاء الله المرة الجاية بإذن الله يا رب. طب دكتور عايز اسألك حاجة، بما انك بتتكلمي على الكورونا كان والتوتر، هل التوتر يا دكتور ممكن يتخن؟ يعني لما نبقى متوترين عشان هناكل، ولا هو بيعمل حاجات في الجسم؟ والله اقول لحضرتك التوتر والقلق والانفعال والعصبيه والناس اللي بتفكر كتير والناس اللي تحت هدك والناس اللي دايما مرتبطه بالشغل والتفكير، كل ده بيعمل ايه جوه الجسم؟ بيخلي هرمون الليبتين، هرمون الجوع ده بيرتفع وينخفض هرمون السيروتونين. هنيجي نقول طب ده اللي الماده الفعاله بتاعته ايه؟ انا عايزه اهدي مريضي، لازم يكون في نسبه من عشب الفولينج داخل الكورس ده يظبط نسبه السكر في الدم، وبناء عليه لا تلح شهيه السكريات، ودي اخطر شهيه ممكن تهاجم فرد. في كورونا الناس اللي مش بتعاني من زياده وزن في ناس عاديه دايما جسمها مظبوط ومثالي، وزادت في الكورونا. زادت ليه؟ اكلت زياده عن اللزوم، اكلنا فوقات متاخره، اما قعدنا في البيت كان الزهق بيخلينا نقوم نجري ناكل، ده مش جوع، دي اشاره اتبعتت من المخ. فاختلط يعني تفسيرها، هل انا جعان رايح اكل ولا انا زهقان رايح اكل؟ في نهايه اكلت صح. وزاد وزني وتعلمنا سلوكيات غلط، واحنا سهرانين التسالي كلها غلط، يا بطاطس يا فيشر يا سوداني كل. طب دكتور انت بقالك تقريبا 8 سنين صح؟ تقريبا ايه اكتر حاجه شايفاها بتسبب زياده الوزن؟ لو اقول لك قولي لي حاجه واحده، يعني اكتر حاجه حاساها فينا احنا كمصريين جات لك كتير قوي، يعني تقولي إيه هو ده؟ شهيه عاليه. شهية عالية. ناس كتير. بس ناتجة عن ايه يا دكتور؟ ناتجة عن حاجات كتير، عن سلوكيات صح. زمان أيوة غلط. ايوه اقول لك دلوقتي احنا دايما عندنا واحنا صغيرين خلص طبقك.
ماما شبعت انا فخلص طبقك يعني اكلت كله يعني كبرت معده ابني فخليت ابني محب للاكل فمعدته كبرت فوجبته كبرت فبقى بياكل كميه كبيره فده من الصغر من الصغر اما يكون يعني من الصغر باكل كتير محب للاكل ماما بتطبخ كويس او انا محب للاكل او في رجاله بيحبوا يطبخوا لك انا بتاع واكل بالليل وجبتي الاساسيه غلط 90% ممن يعانوا من زيادة وزن هي شهية عالية وأكل كتير جدا احنا محبين للأكل. طب دكتور انت ممكن تعملي مبادرة بجد يا دكتور للأمهات عشان الأطفال من هو صغيرين لأن حضرتك بتقولي ده فعلا حقيقي سلوكيات ولحد النهاردة وخلص طبقك ومش بس كده ان مثلا يكونوا خارجين فأولادهم هيقعدوا برا طول النهار من بطاطس من أي حاجة من صح يعني فاهمة نبدا من الصغر علشان احنا نطلع اطفال كويسين افتكري وانت صغيره او انا وانا صغيره ماما كانت بتديني ساندوتش ومعاه الخيار خصايه فكنا بناكل بشكل هيلثي فما كانش ما كناش بنتحط في الاحصائيه الدوليه معاناه من زياده يعني مامتي عمرها ما كانت بتقول لي كل مامتي كانت متهيألي بتشيل من قدامي الاكل ما تاكليش لا انا دايما متعودين على الخضروات متعودين على طريقه اكل أيوة انا عايزه السيدات ترجع تاني اطبخي لاولادك في البيت اكل صحي عودي طبعا اما يقول لك ما تطلبلوش الوجبه اللي فيها بطاطس واللي فيها مياه غازيه وفيها معجنات أنا بستغرب وفيها يا دكتور كالوريز عاليه 6 سنين بيشربوا مياه غازيه غلط ليه بيشربوا مياه غازيه في السن الصغير ده ما كناش كده يعني احنا دايما متعودين ان في ماما بتعمل عصير وبتدينا عصير نشربه انما فعلا ما كانتش دي طريقه تربيتنا الاجيال اللي طالعه كلها كل الاجيال دي محبه جدا للفاست فود مش بتكلم عن نظافته لان في محلات كتير نظيفه أيوة احنا انا بتكلم عن كميه الكالوريز اللي داخل الوجبه فده خلانا ما بنربيش اولادنا بشكل كويس ارجعي تاني اعملي لاولادك الاكل في البيت بلاش تعوديه على بيقول ممكن حد يقول مش بحب السبانخ اصلي مش بحب الفاصوليا اصلي مش بحب البسله مش حاجه اسمها ابنك ما يحبش الخضروات دي بتقوي المناعه الخضروات دي بتساعد على نمو بشكل صحي وعلى فكره المبادره الجديده انا سميتها انا عايزه اعرفها حقيقي سميتها اطفال بلا سمنه وشباب اصحاء دكتور ما كنتش عارفه فكره انا عارفه ما كنتش اعرف يا جماعه خالص حبيت اعمل بنيه تحتيه طب ده انا بستشف بقى ده انا يعني والله طب ده هايل هايل اطفال بلا سمنه وشباب أيوة اصحاء ايوه ده هايل طب ده لا انا هاجي اشتغل معاكي بقى ده انا طب دكتور حاجه ثانيه برضو لما نقول طفل طالما اطفال لما بنقول طفل شهيته عاليه صغير يعني مثلا سنتين او ثلاثه هل ممكن يكون لحق مامته قعدت تزق ولا بيكون ايه 7 سنين 8 سنين ده خلاص انت عودتيه بس ده شهيته عاليه هل بتكون هو جعان الطفل يعني عايز ياكل ولا هل مامته هي من هو صغير اديته لبن كتير الولد كبر على انه بياكل اول ما ابتدى يتعلم الاكل فعودته انه بياكل كتير انت ما كنتيش عامله كنترول لحجم الوجبه بتاعته من هو بيبي وهو لا مش بيبي وهو جاي خلاص بقاله يعني 3 سنين 4 سنين 5 سنين فبيكبر عندنا بقى الاطفال في المدرسه بدايه المدرسه اللي هي 7 سنين 8 سنين 10 سنين طب النقعد هتقولي له ده يا حبيبي سعراته عاليه اعمل دايت لا. ما تاكلش هيتخنك مش هيفهمك هو جاع يعني وعايز ياكل فالمفروض ان احنا مع ده ما تعملش كبت للطفل باكت الاناسيليا مرخص من وزاره الصحه بطعم الاناناس بديهوله في نص كوبايه عصير قبل الوجبه فخلي يعني إيه ممكن إيه؟ الاطفال كمان من سن كام 8 سنين 7 سنين اوكي اما يبقى كده وبياكل كتير اديله باكت من الاناسيليا وفي نص كوبايه عصير فريش يكون هو بيحبه أوكي. وهو باكت واحد مرخص من وزاره الصحه امن على الاطفال والشباب والبنات في كل الاعمار ولكن يجي تاني قبل الغداء هياكل كتير اديله باكت كمان لانه أوكي. مرخص وامن وصحي يعني ما فيهوش اي مشكله خالص ايه هو الاناسيليم ده عباره عن بيسيليم كسور السيليم وده اعلى انواع الالياف كل الدراسات الحديثه قالت عنه ان المعده قادره على الاحتفاظ بيه من 12 ل 14 ساعه فلما
انا اعمل الكنترول للولد او البنت واخليها بتاخد ده وتقعد بقى قدام الاكل اللي المفروض هتاكله وما تلاقيش هي هيكون افضل له. فالطفل ما يحسش ان انت بتحاربه. هو اللي مش بياكل اتفضل اكله. ايوه احنا معانا اتصال. معانا مين؟ احمد. مساء الخير يا احمد. مساء النور. ازيك يا استاذه امينه؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. الله يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك. ازيك يا استاذه امينه؟ عايز اسلم على الدكتور. معلش انا عايز اكلم الدكتور. اتفضل معاك الدكتور. الله يخليك. ازيك يا دكتور دعاء؟ ازيك يا حبيبي؟ الله يخليك. مع حضرتك احمد. حالة عند حضرتك؟ اهلا يا حبيبي. ازيك انت؟ الله يخليك. عملت العملية؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. طب كلمونا فهمونا احمد. انت احمد اللي كان عامل حادثة وقعد 7 سنوات في البيت وزاد وزنه اللي جالنا هنا. ايوه احمد. ازيك؟ ازاي حضرتك؟ ازيك يا زميلي؟ الحمد لله. الحمد لله. كان له ناقص له عمليه في العظام والدكتور قال له خس وما شاء الله لما خس والدكتور وافق انه يعملها له. طب هو ده احمد. ايوه افتكرتك يا احمد. بقيت وزنك قد ايه دلوقتي؟ انا الحمد لله دلوقتي انا بتاع 74 كيلو 73 كيلو. ما شاء الله حلو قوي. وكنت كام يا احمد عشان ممكن في ناس ما تكونش شافت الحلقه؟ كنت كام؟ انا كنت 125. ماشي ماشي ما تقولش الارقام دي. ماشي يا احمد. لا بس الحمد لله رب العالمين يعني بفضل الله ثم الدكتوره. والله بجد بجد يعني انا بشكرها هنا يعني ونفسي اقول للناس كلها ان الدكتور دي عالميه بجد. يا رب يخليك يا حبيبي. يا رب يخليك. بشكرك جدا يا احمد. بشكرك جدا دكتوره. والله يا رب يخليك وتمشي فيك على خير يا رب. احمد كل الدكاتره اللي كانت بتجري له عمليات العظام واثر جزء ويعني كان معاناه قاسيه 7 سنوات نايم. للناس اللي زعلانه كام شهر انها قاعده في البيت نايم فبيزيد وزنه. هو كان بعد اول شهر ونص من الجواز عمل حادثه فبقى اصبح ما بيتحركش. جه حضرتك استضفتي قبل كده؟ استضفت. فالسنه اللي فاتت الدكتور قال له انت فاضل لك عمليه واحده بس لازم تخس. فلما خس معانا وما شاء الله الدكتور راح له وكده قال له انت كده مؤهل انك تعمل خلايا دونيه تعوق نجاح العمليه. طب دكتور احنا هنروح لفاصل وقبل الفاصل نشوف بس تقرير عن حالات دكتورة دعاء وهنرجع لكم تاني. استنوني انا ودكتورة دعاء. رجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع دكتورة دعاء سهيل. دكتور انتي اتكرمتي برضو في وشوشة وانا عارفة ان وشوشة الجمهور استفتاء من الجمهور. فكلمينا عن التكريم ده وكلمينا عن شعورك برضو ان لما الجمهور هو اللي يقول لا هي الدكتورة دي. اكيد شعور احلى واحلى كمان. احلى بكتير. لمس قلبي يعني. معروف ان وشوشه من المهرجانات اللي لا دخل للبشر فيها اللي هو الاداريين. أيوة. يعني كاداري مكان او مدير مكان او وات ايفر ايه ده راي الجمهور. الجمهور هو اللي بيقول فلان ده. معنى ذلك ان انا قريبه من قلبهم كده. الناس فهماني كده. الناس فاهمه انا عايزه ايه. ولما يختارني الجمهور ده حاجه جميله قوي بصراحه. طب كلمينا شويه عن مهرجان برضه. كان منظم قوي ويعني
كان مختلف عن كل المهرجانات، ان اول مره طبعا اكون في وشوشه ويعني نجاح لن مسلسل اذاعي لن نستسلم للسمنه. انا كنت عامله برنامج اذاعي، ما انا عارفه ان لسه جايه لي دلوقتي، لن نستسلم للسمنه. كنا في رمضان يوميا بلقي الضوء على نقطه سلوك معين غلط احنا بنعمله. طب دكتور، يعني طبعا انت اكيد مشغوله جدا واكيد لازم تديري شغل، بس انت فعلا مديه وقت كبير قوي للاعلام سواء راديو او تي في، هل حاسه ان ده فعلا مفيد ليكي او مفيد، سوري مش ليكي، مفيد للناس؟ لان انك توعي مفيد ان المبادره يعني توصل ان انت تنشري الحاجات لسين اوساط بالزبط. وطبعا لما بتستضيفني قناه المحور، قناه صدى، قناه النهار، ايا كانت بس ده مجهود يعني طبعاً. انك تيجي وتروحي وده مساهمه. انا عايز اقول لحضرتك ان البرامج الاجتماعيه اللي زي حضرتك يعني جميل قوي ان انا بعد ما اتفرج على الاستاذه امينه واقفل اكون طلعت بفكر، طلعت بمعلومة. هي دي البرنامج الاجتماعي اللي بيلمس مشاكل المجتمع، اللي بيقدر يعني يدوس كده على نقطة في المجتمع والقي الضوء عليها ويقول ايه خد بالك ده خطأ، ده ضرر، ده قدام شوية هيكون كذا. أما جيب حد، حضرتك لما بتجيبي حد بيتكلم عن تغذية وأنا أكون باكل بالليل، الله ده أنا كده عرفت إن أنا أكل بالليل غلط. أما أكون جايب حد ده سمنة البطن من أخطر أنواع السمنة، دي الأجهزة المهمة في البطن دي للناس اللي قاعدة البرامج الاجتماعية، إنه بيكون برنامج ناجح، برنامج اجتماعي بيناقش فيه مشاكل المجتمع، وأجي في الآخر أتكرم في مهرجان كبير قوي زي وشوشة، لا شرف كبير. ما هو دكتور اي حد بيبذل مجهود، يعني انت باذله مجهود في شغلك، باذله مجهود في الاعلام عموما، يعني لان ده مجهود وانا عارفه كبير ان قوي. تروح انا عارفه ان تروح من بروجرام لبروجرام واذاعه كمان، فكل ده في الاخر لازم يصب اكيد بنجاحات. طب دكتور كلمينا، ممكن تكلمينا عن اغرب حاله جات لك؟ اغرب يعني انت جالك ملايين الحالات، اغرب حاله جات لك ايه؟ اغرب حاله جات لي يعني انا كان عندي الحاجه شبكات، دي حاجة شبكات، كلميني على حاجة شبكات. 69 سنة، ربنا يديها الصحة والعمر. ولو في مجال وتتيحي لنا حضرتك الفرصة ان اجيبها البرنامج، يا ريت. ست جميلة زي امهاتنا، اقول لها بلاش سمنة بلدي، تطبخ بسمنة بلدي. اوكي، طب ده بيزود يا حاجة الوزن. انت بتعنديني يعني، مش كده انت بتعنديني وانت مش قادرة ولا حاجة. انا عايزة اقول لها يعني طب نبدا بايه؟ عندها مشاكل في الضغط، ضغط مرتفع، عندها الام في العظام، وكل ما تروح للدكتور يقول لها خسي. عندها دهون ثلاثيه، كوليسترول عالي جدا. بتاخد علاج للعظام وللضغط وللسكر والكوليسترول العالي. طب اعمل ايه في حاجه شبكات؟ قلت بس انا كده فهمت هعمل ايه. انا مش هديها حوارك، طبعا السن يحكم عليا ان انا اديها حوارك عشان اعلي معدل الايض عندها. علشان معروف ان الست من ال 30 لل 40 كل سنه بتفقد القدره على حرق يعني 50 سعر حراري كل سنه. طب هي من ال 30 لل 69 كل شهر كده بتفقد، كل سنه بتفقد القدره على حرق 50 سعر حراري. طيب مش هعلي الحرق دلوقتي عشان هي مريضه ضغط مرتفع، وخليني اقفل لها الشهيه بما انها هي ده سلوكها في الاكل وانا مش عارفه اغيره. 69 سنه وست جميله جدا والله. لما خفت، لما خست بعتت لي عملتي معاها ايه؟ طيب بعتت لي فطير على البيت. يعني اللي انا بعمله معاها وزنت انا. طب عملتي معاها ايه؟ ادتها ثلاث مواد فعاله وحصرت لها الشهيه على مدار اليوم. مش هعمل دايت، ما بعملش رجيم. قلت لها حاضر، هناخد الصبح 5 ميلي جرام بسيليوم بعد الفطار. طيب انا عايزه بعد الغداء، ومش عايزاها تاكل بالليل. لازم اديها 60% من الجارسينيا، وعشب الجارسينيا يطلق عليه مانع للشهيه، بلس ان هو يعني في الاتش سي اي اللي بيهاجم انزيم الياس داخل الجسم، وده الانزيم مسؤول عن تكوين خلايا دهنيه جديده، لان اوريدي انا عندي قديم كتير. طيب اما اديها ده بعد الغداء، بالليل هيكون هي ان شاء الله بقى ما عندهاش شهيه. بالليل اقدر اديها الحوارك اللي تعلي الحرق وشهيتي تكون مقفوله بيها انها تقدر تخس. المهم وظبط يعني اخذت الحاجه واخرتها. اربع شهور ونص او ست شهور حاجه زي كده، اربع شهور او خمس شهور، خست ما شاء الله 40 كيلو. وفضلت تاكل في سي لا حاربت لها ايه؟ انها بعد 7 بالليل يا حاجه احنا مش هناكل.
فبعد 7 مساء ما بتاكلش وتعودت. ولما لقت نفسها يعني كان في تعب في البدايه معاها بعد تاني شهر وتالت شهر لقت نفسها خست لانها كانت زعلانه قوي بتقولي وانا بعمل انا وانا في العمره انا مش عارفه اقعد اصلي. فقلت لها لا ما تقلقيش. وهي ست نشيطه وبتحب تخدم نفسها هي ست جميله قوي يعني يعني انا بديها يعني نداء على الهواء انها تيجي معانا حلقه جايه وتجينا ان شاء الله. ست طيبه جدا وما شاء الله كانت حاله غريبه عليا يعني حاسه ان انا كل ما اقولها حاجه في تنفيذها بتعاندني. فايه يا حبيبي شبكه ومش قادره تعملي لها حاجه. معانا اتصال. معانا مين؟ معانا اتصال من مين؟ معانا اسماء. مساء الخير يا اسماء. اسماء ايوه ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا اسماء اتفضلي. عامله ايه ازاي حضرتك؟ بتكلمينا من الشارع؟ مش عارفه اسماء بتكلمينا ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله في نعمه والله. انا مبسوطه جدا والله اللي انا شفت حضرتك يا حياتي. من ساعه ما شفت حضرتك بجد في تفاؤل وفي تحفيز جامد جدا. قولي لي يا اسماء انت كنت كام كيلو وبقيتي كام كيلو؟ انا كنت 120 بقيت 100. بقيتي 100؟ انا في الكورس الثالث. كملي يا سمسمة. انت في يعني كم سنة حبيبة قلبي؟ 25. انت لسه فراعة عن شبابك. متزوجة وعندي بنتين. ماشي. يمكن عندنا مش مشكلة في منطقة البطن. ده بعد دايما الولادة بيبقى فيه ارتخاء لعضلات البطن. فالنوع ده انا هشرح انا في حالتك بقى يا سمسمه. تمام. النوع ده بيحتاج ان انا يعني اعيد مكان العضله وانها اديها مواد فعاله تعمل ريشيبنج للجسم اللي هو تعمل نحت للقوام. ده لازم يعني اراعي معاه قوي نسبه اولاق اللوتس والكريز والكروميوم. دول ثلاث مواد فعاله قادرين على انهم يرجعوا لها بطنها زي ما كانت وهي بنت. اوكي. قولي لي ال 20 كيلو فرقوا معاكي ايه يا سمسمه؟ سمسمه سابتنا. طب معانا مين؟ معانا هدى. مساء الخير يا هدى. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا يا هدى اتفضلي. ازيك يا استاذه امينه عامله ايه؟ الحمد لله بخير. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. ازيك فاكراني؟ قولي لنا تفكرينا كنت كام كيلو وبقيتي كام؟ حضرتك انا قلت حضرتك ان من ذوي الاحتياجات الخاصه. اهلا اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبه قلبي؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله ربنا يخليك. انا كنت جدا جدا تبع الشيخ طارق. أنا مش عارفه اقول لك بتاع اللي عملتيه معايا ولا حاجه. لا اله الا الله تحت امرك. قولي لي بس هي عملت ايه وكنت كام كيلو وبقيتي كام كيلو؟ انا مش قادره اقول لك. انا كنت يمكن انا ممكن تقول اقول لي كده 140 كيلو. ودلوقتي؟ لا دلوقتي الحمد لله انا اقول حوالي نزلت حوالي 40 بالظبط او 45 كمان. ما شاء الله. لسه هتكملي؟ في 8 شهور. معلش عشان اكون بكلمك وانا فاكراكي حضرتك اللي كلمني عنك الشيخ طارق. انا مع دكتور ممدوح. ايوه صح. يا حبيبتي كملي وان شاء الله باذن الله هتخسي وهتفقدي الوزن الزائد وهتكوني سهله وحاسه ان انت جسمك خفيف عليكي ما تقلقيش. جميل يا حبيبتي. ده انا على طول والله كنت بقعد على الكرسي وبعرفش ده كرسي المتحرك. طب انت دلوقتي الدنيا تمام؟ فارقين معاكي ال 40 كيلو؟ فرق كتير جدا. بقدر اقعد على الكرسي بقدر اقعد. وحياتي ابعت لك العربيه وتيجي حلقه عشان خاطري. ينفع تيجي معانا حلقه؟ عيني. حاضر بجد ليكي واجيب لك صور ليا برضو كنت قد ايه. لا 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 ده ابعت لك ان شاء الله الاسبوع الجاي. على فكره انت كده فعلا يعني بتحمسوا الناس وبتدولها بوزيتيف انرجي وان فعلا تحاول تخسف. يا ريت بجد تيجي معانا. عيني. حاضر. يا حبيبتي تسلم لي عيونك. اشكرك جدا. باذن الله اجمع لكم صور بس كنت عامله ازاي عشان تشوف الفرق بقيت ايه. الحمد لله يا حبيبتي ما شاء الله كملي. هو ده التكريم والله العظيم. هو ده التكريم. مكالمات الناس صح؟ يعني ان انا اساعد حد زي احمد زي ده عندي نجاح تاني. ان انا اكون قادره ان انا اغير في حياه حد محتاج لي فعلا هو ده التكريم. وهو يا دكتور بيكلموك تتعيط ولا ايه يا دكتور مالي؟ ليه بالعكس انت بتساعدي ناس كتيره قوي بتغيري حياه ناس كتيره بلاش جدا. بلاش يعني انا يعني ببقى بسمع ده ببقى مبسوطه قوي و يعني مبسوطه جدا ان انا اكون سبب في تغييرها ان اكون سبب في سهوله حركتها. انت بالظبط انت مش بس قصه سبب ان شكل البني ادم يكون كويس انت
سبب في ان صحتهم بتبقى احسن. يعني احمد مش فاكر احمد اللي جا اللي هو جالنا بعكاز اللي هو كلمنا اللي ما كانش قادر يمشي علشان زايد في الوزن. والله انا هو ده اللي بيخليني بكون طيب مبسوطه جدا ده. وان انا اساعد دول كفايه عليا كده. طب دكتور حاجه زي كده بتخليكي ايه البلانز الاهد؟ ما انت دلوقتي يعني عندك مسؤوليه قويه يعني فاهمه ولازم تحافظي عليها ولازم تطوريها ولازم تكبريها، فبتفكري في ده كل ده ازاي؟ اما بحط في دماغي ان انا المريض ده ما ينفعش يمشي بره برانا كده غير لما نكون فشلنا معاه. فشلنا دي صعبة لأن في يعني ألف حاجة ممكن أعملها معاه. ممكن لو في حد ما بيخسش عنده ثبات وزن، أنا عندي بدل الخطة 7 في كسر ثبات الوزن. طيب لما يكون عندي مادة فعالة قادرة أن أنا ألعب بيها معاه وأن أنا أغيرها له وغير مادة فعالة حتى لا يعتاد الجسم على نوع العقار، وأن أنا بسرعة أجري وأحاول معاه، ده مسؤولية. أنا بقول يا أنا يا المريض ده لازم يخس، ده كفاية يعني. لا تليفون ايه بقى؟ خلينا نسمع دكتورة دعاء، كملي يا دكتور. فان انا اكون مريضي ده في الاخر يقول انا فشلت، انا رحت عند الست دي وما خسيتش، دي تزعلني جدا، ما اقدرش. وكمان بقول ان مفيش علم له اخر. يعني لما الاقي حد دكتور شاطر في مجالي وعنده مدرسه معينه او فكر معين، مش عيب ان انا يعني يا دكتور ممكن حضرتك تدي حد دواء والدواء ده ما يناسبوش يرجع لك تاني يا دكتور برضه هتشوفي؟ لا مفيش ده. لا اسمع مريضي كويس، لازم اساله الاسئله. ما انت بتقولي بدل ما انا قصدي يا دكتور انت مثلا انت قلتي بدل حاجه 7 حاجات مثلا في انواع معينه، مثلا حد نسبه الحرق عنده عاليه اما بيكون في تقدم في السن وفي امراض وفي مشاكل صحيه اخرى ويخضع يوميا لعلاج يعني آخر. نسمع المريض كويس هنديله حاجه صح، هنسمعه كويس ونديله الحاجه الصح. طبعا والحمد لله ما فيش ولا مره فشلنا مع حد، الحمد لله يا رب. يا رب امسكي الخشب. الحمد لله. دكتور انا سعيده بيكي قوي النهارده، نورتيني ويا ريت تدومي في اكيد فيزي يا دكتور. اكيد اتشرف. وعايزين والله. بجد والله نجيب حالات لو تجينا حلقه انا حالا هطلع اكلم من بجد نورتيني والف الف مبروك يا دكتور زوقك. بجد الف مبروك، ربنا يخليك. الله يبارك. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني على طول.